أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم المتاجرة في صرف العملات؟ لا بأس، لكن بشرط التقابض. هذا يصير صراف يصرف عمله بعمله، لا بأس، ولكن اشترط التقابض، لا يتفرقان وبينهما شيء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم، ويقول: وإذا كانت الحكومات تمنع من ذلك بحجة الإضرار بالاقتصاد؟ إذا كانت تمنع من ذلك يمتنع، يطلب الرزق في غير هذه الحرفة، الحمد لله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.